وموقف وطني. تحية للجيش اليمني وتحية لكل رجال المقاومة في اليمن، الصف الأمريكي البريطاني الإسرائيلي. من يهاجم المقاومة الفلسطينية فهو يكون تابع لهذه الدول. تعليماتهم من الإمارات بالذات، والإمارات منطوية في إطار هذا التحالف الصهيوني. نريد كل مواطن في المهرة أن يعتبر نفسه هو مجاهد، وأن التواجد الأمريكي البريطاني الأجرمي في المهرة يجب أن نحاربه بكافة الأشكال. هذا حول ما نريد أن نقوله، إن موقفنا ثابت، وأنه نحن نتابع الأمور في المطار، ونحن نجهز أنفسنا سياسيا وعسكريا بما نستطيع، وأنه لابد أن يكون يوم من الأيام أن يرحل هذا الاحتلال سواء بالقوة ولا باتفاق سياسي. فما حد يريد يقول والله أنه في هدوء، وهذا الهدوء يعني مريب. بالعكس، هذا الهدوء يمنحنا وقت لتجهيز أنفسنا للمستقبل. والآن بدأ كل الناس تفهم يعني إيش دور الشرعية، إيش دورها.